السلام عليكم طلبتنا الأعزاء. وصلنا إلى Unit 4 الجزء الثالث والأخير. طبعاً اليونت كان يتحدث عن Modal verbs ويتحدث عن الريكوست الطلب وعن الأوفر إذا تحب تعرض فتشي والصيغ اللي استعملناها بالModal verbs. وصلنا إلى page رقم 35 اللي يتحدث هنا طبعا عن good manners, how not to behave badly abroad, كيف أنه ما تتصرف بشكل خاطئ خارج بلدك. طبعا تعرفون عندنا عدة محاور من ضمنها موضوع greetings, أكيد راح يكون هذا مختلف من بلد إلى آخر. مثلا هنا عندنا أمثلة عندنا الأمريكان والكنديان, هم طبعا يتصافحون shakes your hand firmly بشكل قوي, وتسوي طبعا while you looking straight in the eyes, تنظر إلى العين بشكل مباشر. ممكن يكون عندنا ببعض البلدان الأخرى, مثلا في الآسيويين وفي قارة آسيا الموضوع يكون مختلف. أيضا ممكن باليابان you should bow, يعني ينحنون, حتى more respect you want to show, أنت تظهر للبقية more respect. طبعا راح أتحدث لكم عن نصف الباراجراف وتكملون حضراتكم على البقية. مثلا ممكن تكمل على تايلاند حتى يصير عندك اطلاع أكثر بالريدينج أكثر. بالنسبة للملابس طبعا عندنا بعض البلدان أو أكثر البلدان عندهم بعض الرولز القوانين بالنسبة للكلوثز. مثلا عندنا أيضا الآسيويين اللي هم مثلا بالبلدان المسلمة يكون عندهم you shouldn't reveal the body, ما ممكن يعني تكشف جسمك, especially the women, قسم طبعا أجزاء من الجسم يغطوها اللي هي عندنا السكارف اللي هو الحجاب. باليابان أيضا ممكن أنت تخلع you should take off your shoes عندما تدخل أحد البيوت أو تدخل إلى مطعم. بالنسبة للفود أيضا يكون بإيطاليا إسبانيا هذه طبعا أو في أمريكا اللاتينية يكون هو اللونش اللي هو البيجست ميل اللي هو الوجبة الرئيسية, وممكن هذه أيضا تستمر لمدة ساعتين أو ثلاثة. بريطانيا طبعا أكو ممكن أنت بالأثناء البزنس ممكن أنت تأخذ اللانش يدو بزنس وأنت يؤيت. وغير بلدان مكسيكو وجابان هو different, عندنا doing business القيام بالأعمال التجارية. مثلا عندنا كوفتشي من هو سميه البزنس كارد, من تروح تمثل أنت تمثل شركة your company لازم يكون عندك your company name, الاسم المنصب البوزيشن مالتك اللي أنت طبعا ذاهب إليه, لأنه هناك اللانجوج تكون مختلفة. وأيضا تكتب على الريفيرس سايد بالجهة الثانية للكارد اسمك in your local language بلغتك يعني المحلية. هل دمعتكم تكملون قراءة هذه عيني؟ عندنا هاي الإكسترا تيبس نشوفوها اللي هي مثلا عندنا أيضا in France أنت you shouldn't sit down, ما المفروض تقعد إذا تدخل للكافيه ما لم until you يعني shaking hands تسلم بالإيد تصافحهم على كل الأشخاص اللي تعرفهم. إحنا عندنا ممكن يعني عندنا بعض الأعراف الموجودة ممكن تدخل في أحد المآتم أو الفواتح وتسلم على كل الأشخاص, أو حسب كل واحد تكون عنده كلتشر مختلفة في بلده. هنا الإنديا والميدل إيست أنت you must never use the left hand, مفروض أبد ما تستخدم left hand. طبعا شوفون شباب أنه هذه هي نتحدث عن الماست زين will have to لنتراجع الفيديوهات السابقة. تكملون عيني هذه قراءة النقاط الباقية حتى تعرفون نقرأ رقم 6 مثلا هنا بأمريكا in America you should eat your burger, تأكل البرجر with both hands بإيدك الاثنين,
وفي بسرعة يعني السرعة الممكنة as quickly as possible. ننتقل إلى الفوكابولري النانان الناشناليتي words اللي بدأ يتحدث عن الجنسيات الأشخاص. عندنا قائمة A و B فأنت تسوي match the line ترسم خط بين القائمة A و B. فعندنا مثلا بالقائمة A اللي هم the Italians الإيطاليين اللي هم عادة eat a lot of pasta. ممكن عندنا مثلا the Japanese maybe eat raw fish اللي هم يأكلون يعني السمك النيء. تسوي سيرش وإذا أنت عندك خبرة طبعا يكون أفضل إذا ما قدرت الحلول الموجودة في نهاية الكتاب. عندنا هنا listen and check لهذه طبعا الكلمات. عندنا بعض الكلمات اللي هي دل على nationality مثلا Brazilians برازيليون اللي هو يكون عادة capital letter حرف البي. The Italians الإيطاليين اللي هم أيضا يكون الآي capital letter and so on. في بعض الصفات اللي هي تكون الجنسية هي أحد الصفات اللي هي إذا تنتهي بالصوت س وز وش وتش مثلا عندنا الجابانيز اليابانية مثل تقول من تنطيهم صفة الأشخاص the Japanese اللي هم اليابانيين أو اليابانيون مصر تجمعهم طبعا تحفظها مصر the Japanese's. الإسبانيش أيضا تنتهي بالشيء أيضا راح تكون the Spanish اللي هم الإسبانيين أو الإسبانيون. عندنا بعض الأحيان تكون مختلفة الصفات مثلا عندنا الإسكوتيش الاسكتلندي او الاسكتلنديون هو الجمع مالهم the Scots الفينش the Finns. ننتقل الى رقم 2 complete the chart اللي هو هذا بالاسفل stress and more in some more countries. فهنا عندنا countries وعندنا الـ adjective الصفة وعندنا هنا الـ sentence about the people انت تسوي فد عبارة. ممكن إذا نأخذ مثلاً Egypt يصير Egyptian اللي هو هنا Egypt مصر والEgyptian اللي هو المصري الصفة. فممكن نقول the Egyptian maybe likes the football ممكن could be. هنا اللي United States اللي هم the American يكون الشخص اللي هو اللي يأتي من الإنجلاند نقول عليه British. اللي يأتي from Iraq الـ adjective ما تكون the Iraqi أو the Iraqis الجمع وتكملون يعني الجمل. هذا أيضا مهمة وأيضا تكون هي ممكن أحد يعني الأسئلة اللي تأتي بالامتحان نتوقع كل شيء يأتي. عندنا هنا الـ listening اللي هو listening and speaking. Have you ever been guest in someone's home in the foreign countries يعني هل انت حضرتك زرت واحد خلينا نقول عليه في بلد اجنبي متى ولماذا what was different شنو كان الشيء المختلف بينك وبين حضارته يعني بين الكلودز نرجع النقاط اللي كانت سابقة بين الكلودس بين الشيكينج هاندز بين الملابس بين التصرف بين الجريتينج التحيات وهكذا عيني. هنا عندنا 3 people talking about inviting guests ثلاث أشخاص إلى الميل وهذا هو المفروض يكون من القرص اللي يأتي مع الكتاب هذول الأشخاص هذا من القرص. سؤال هنا يكون رقم 4 هذا أيضا من القرص. ماذا يحدث what happens in your country is it usual
هل من العادة أنه أنت تدعو شخص invite people الناس to your home for a meal ممكن تدعوهم على يعني وجبة معينة وما هي هذه خلينا نقول عليها المناسبة اللي هي أنت ممكن تدعو شخص لدارك موجودة عندنا أيضا ننتقل إلى everyday English عندنا هنا رقم واحد عندنا request والأفر هذه اللي هي تتبع المودال verbs وتحدثنا عنها في الفيديوهات أو المحاضرات السابقة فهنا نشوفون هذه could you would you can I زين can you هذه المن تتبع المفروض حضرتك تكون عندك فد معلومات عنها يعني بين الريكوست راح يكون عندنا كان could زين وبين الأوفر اللي هو ال will والشغل أو should فهنا تسوي matching عندنا أول واحد اللي هو could you هنا تشيك ال conversation taking place when بهذا القطعة البي العفو القائمة البي فهنا could you bring us the bill ممكن تجيب لنا قائمة الحساب please فهذه وين راح أروح أبحث عنها أشوف شنو الكلمة المناسبة أو الجواب المناسب إلها هنا راح يكون يسر I'll bring it right away يعني أحضرها إليك أو أجيبها بشكل مباشر مثلا الـ second example هو with you زين قلنا هذه الـ would راح تكون تحت request ولا الأفر تسأل نفسك وممكن حتى تحفظها وتستعملها later would you give me your work number تنطيني رقم العمل مالك الخاص please فش راح يكون عندنا راح يكون الجواب إذا نبحث عنه يكون هنا of course طبعا أو shall I give you زين هنا shall I شنو راح يصير عندنا offer shall I give you my mobile number too أعطيك رقمي الخاص أيضا عندنا مثلا two large coffees please من فضلك تقول الجواب يكون white or black تعرض عليه يقول شنو هذا القهوة زين عندنا هنا أيضا هذا قرص listen check إلى القرص وعندنا هذا أيضا listen check وهذا أيضا نفس الشيء إلى الconversation وتكمل الشارت حسب اليوم الأشخاص منهم what are they talking about they يتحدثون عن أي شيء هنا عندنا الرول بلاي انه تلعب دور عندنا 3 situations هي هاي واحد واثنين وثلاثة هذا ايضا اللي راح تسوي يعني يكونون اشخاص اثنين ممكن احنا نناقشها بالدسكشن لو ناخذ situation number 2 راح يكون عندي student A and B فانت you are moving flat next week انت راح تغادر راح تشيل احنا نسميها من مكان او من بيتك في الاسبوع القادم والستودنت بي هو ليسوي اوفر ليعرض المساعدة ممكن هذا يكون ريكوست انه تطلب من عنده قلنا الريكوست كان كود مثلا تقول له اذا انت ستودنت اي يعني can you pack boxes for me please زين أما من راح تكون أنت student B شو يصير عندك راح يصير عندك مثلا shall أو should وبعض المودال verbs اللي أخذناها مثلا يقول shall I pack the boxes for you okay أو ممكن أيضا again السؤال راح يكون إذا أنت student A مثلا could you load the van please for me وإذا يكون عندنا بال student B هيكون عندنا نستعمل الأفر اللي راح يكون shall I load the van for يعني for you هذه تختار وحدة من هذه situations وتكمل أول هنا
أشكر حسن استماعكم. أنتظركم إذا عندكم discussion حتى نكمل discussion حول هذه المحاضرة. أشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله chapter 5.